أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول الآيات والروايات التي دلت على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من جملتها هذا الحديث الذي يروى عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. وقد تلونا الشطر الأول من هذا الحديث في الحلقة الماضية. وكان يرتبط بتفسير الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لبعض الآيات القرآنية النازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام وفي الأئمة من أهل البيت أما الشطر الثاني من هذا الحديث فهو يرتبط بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه هو الذي بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. وهكذا ما صنعه أمير المؤمنين بالنسبة للإمام الحسن، وما صنعه الإمام الحسن بالنسبة إلى الإمام الحسين، وهكذا. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: "كان والله علي عليه السلام أمين الله على خلقه وغيبه ودينه الذي ارتضاه لنفسه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله حضره الذي حضر فدعا عليا عليه السلام فقال يا علي إني أريد أن أأتمنك على ما على ما الله عليه في غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها يا زياد احدا من الخلق بعد نزول الايات الشريفات في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه واله سلم امير المؤمنين عليه السلام مقاليد الامور لأن الرسول كان أمين الله سبحانه وتعالى على العلم وعلى الدين وعلى الخلق هذه الأمور الثالثة فوضها لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله أما كونه أمين الله على علمه لأن الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا صلى الله عليه واله ما كان وما يكون وما هو كائن، وعلمه احكام الشرع كلها. فرسول الله صلى الله عليه واله بتعليم من الله كان يعلم الامور الغيبية. فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول في سوره الجن فعلم الغيب بالذات هو لله لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يخبر من شاء من خلقه ببعض الامور الغيبيه وقد شاء ان يخبر رسوله بما كان وما يكون وما هو كائن، وكذلك علمه احكام الشريعه كلها. ورسول الله صلى الله عليه واله هذا العلم بامر من الله سبحانه وتعالى نقله الى امير المؤمنين علي عليه السلام، فكان علي يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن بتعليم من رسول الله صلى الله عليه واله الذي علمه الله سبحانه وتعالى ذلك. وأيضا كان يعلم جميع أحكام الشرع بتعليم من الرسول. والروايات المرتبطة بعلم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأنه أعلم الصحابة وأنه باب علم الرسول كثيرة وقد ذكرنا شطرا منها فيما مضى. هذا بالنسبة إلى العلم. وكان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام امين الله وامين رسوله في الدين الذي ارتضاه الله، لان الله سبحانه وتعالى جعل محمدا رسول الله صلى الله عليه واله امينه في دينه، فالرسول كان يبلغ الاحكام كما هي. من غير زياده او نقيصه وهكذا امير المؤمنين جعله رسول الله بامر من الله امين الله في الدين بمعنى انه علمه الدين كاملا وامره بان يبلغ ذلك الدين للناس فامير المؤمنين بلغ ذلك من غير زياده ولا نقيصه وكان رسول الله صلى الله عليه واله امين الله على الخلق بمعنى انه يسير في الخلق طبقا للموازين الشرعيه اذا الانسان ولي امرا وصار واليا ووليا على الناس الامانه هو ان يسير فيهم بما امر الله سبحانه وتعالى. والخيانه هي ان يسير فيهم بخلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى. رسول الله كان امين الله على الخلق. ومن بعده جعل عليا عليه الصلاه والسلام امين الله على خلقه. فالامين على العلم والامين على الخلق والأمين على الدين الذي ارتضاه الله. الأديان كثيرة، لكن دين الله واحد. إن الدين عند الله الإسلام. إحنا ما عندنا أديان إلهية. إحنا عندنا دين واحد. هذا الدين كان عليه جميع الأنبياء، من آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه واله محمد خاتم الأنبياء. ان الدين عند الله الاسلام نعم الشرائع كانت متعدده فلنوح كانت شريعه ثم نسخها الله سبحانه وتعالى وانزل شريعه اخرى على ابراهيم ثم نسخها وانزل شريعه على موسى شريعه اخرى ثم نسخها وانزل شريعه اخرى على عيسى ثم نسخها وانزل شريعه اخرى على رسول الله محمد عليه وعليهم جميعا الصلاه والسلام وعلى ال رسول الله الصلاه والسلام. هذا الدين ارتضاه الله ورضيه للناس ورضيت لكم الاسلام دينا. حينما امر الرب جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه واله بان يجعل عليا الامين في هذه الامور رسول الله نفذ ما امره الله بحذافيره الله لم يجعل شريكا لعلي عليه السلام فكذلك رسول الله لم يعين احدا غير امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام فلم يشرك والله فيها احدا من الخلق ما جعلها شركه حتى واحد يجي يقول أن هذا الأمر مما فيه الشورى الأمر الذي فيه النص لا شورى فيه الشورى فيما لا نص فيه يعني الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة خلص ما بيشورى أنه إحنا نسوي الشورى أنه الصلاة واجبة أو ليست بواجبة الله سبحانه وتعالى أوجب الصوم هذا ما بيشورى الله عز وجل عين محمدا صلى الله عليه وآله للرسالة هذا ما بيشورى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله عين عليا عليه السلام والرسول بلغ خلص هذا الأمر ما في شورى الشورى في اي شيء وامرهم شورى بينهم مو امر الله في امر الله لا شورى الله امر ينفذ الناس قبله وما قبلوا الناس قبلوا محمدا صلى الله عليه واله للرساله او رفضوا خلاص محمد رسول الله والناس ليس لهم الخيار في ذلك نعم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن احنا ما نجبرك لا اكراه في الدين لكن هذا الانسان لا حق له في رفض رسالة محمد وإذا رفض فعذاب جهنم له بالمرصاد وكفى بها عذابة وهكذا بالنسبة إلى إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والأئمة هذا أمر الله عهد الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس إماما مو الناس سووا شورى وجعلوك إمام لا الله جعله إمام إماما قال ومن ذريتي الله عز وجل ماذا يجيبه قال لا ينال عهدي مو عهد الناس عهدي الظالمين الإمامة عهد الله والله لا يعطي هذه الإمامة لظالم ومن عبد صنما فهو مشرك وهو ظالم لنفسه إن الشرك لظلم عظيم فلا يصلح للإمامة نعم إذا أمرهم الله ليس له نص خاص ماكو تعيين من الله زين أنتم بينكم قعدوا واستشيروا وشاوروا واعملوا بالشورى. فلم يشرك والله فيها احدا من الخلق. زين فامير المؤمنين كان اماما معينا من قبل الله. حس الناس رفضوا المشكله في الناس. ابراهيم عليه السلام كان نبيا وكان اماما، الناس رفضوا. القوه في النار. اضطر إلى أن يهاجر، وإلى أن مات إبراهيم عليه السلام لم يحكم في يوم من الأيام، لأن الناس ما كانوا مستعدين لقبول أمر الله، إلا القليل، إن إبراهيم كان أمة، ولكن هذا ليس معناه أنه لم يكن إمامًا من قبل الله عز وجل. فأمير المؤمنين كان الإمام، ثلاثين عاما بعد رسول الله صلى الله عليه واله، فلما حضرته الوفاة، بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم، ثم إن عليا عليه السلام حضره الذي حضره، يعني حضره حضرته الوفاة، فدعا ولده وكانوا اثني عشر ذكرا، من الأحياء في ذلك الوقت. الشيخ المفيد في الإرشاد يذكر أسماء هؤلاء الاثني عشر. وهما الإمامان الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. والعباس وجعفر وعبد الله وعثمان وأمهم أم البنين الكلابية، فاطمة الكلابية. صاروا ستة. ومحمد الأصغر وعبيد الله وعبيد الله وأمهما ليلى بنت مسعود الدارمية. هؤلاء يعني العباس وجعفر وعثمان وعبد الله ومحمد الأصغر وعبيد الله، هؤلاء الستة استشهدوا مع الإمام الحسين. عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء. ومحمد ابن الحنفية وعمر أو عمرو وأمه أم حبيب بنت ربيعة ويحيى وعون وأمهما أسماء بنت عميس هكذا ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد. كانوا اثني عشر ولدا. ذكر. فقال لهم يا بنيّ إن الله عز وجل قد أبى أن يجعل إن الله عز وجل قد أبى إلا أن يجعل فيّ سُنّة من يعقوب، شنو هي سنة يعقوب؟ يعقوب كان له اثنا عشر ولدا يوسف وإخوة يوسف كانوا اثني عشر واحدا. يعقوب حين وفاته جمعهم فاوصاهم بالتوحيد واوصاهم بيوسف انه الولي من بعدي اخوكم يوسف مع انه كان اصغر من اكثرهم. في القران الكريم في سوره البقره الله سبحانه وتعالى ينقل طرفا من هذه الوصيه. يقول سبحانه وتعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحده ونحن له مسلمون هذا طرف من الوصيه الطرف الاخر التي الذي ذكر في الروايات الوصيه بيوسف فأمير المؤمنين يقول هذه السنة أنه يعقوب جمع أولاده الاثني عشر، الله سبحانه وتعالى جعلها في أمير المؤمنين عليه السلام. فلذلك جعل جمع أولاده الاثني عشر وقال لهم. فقال لهم أمير المؤمنين يا بني إن الله عز وجل قد أبى إلا أن يجعل في سنة من يعقوب، وإن يعقوب دعا ولده. وكانوا اثني عشر ذكرا فأخبرهم بصاحبهم يعني بيوسف ألا وإني أخبركم بصاحبكم ألا إن هذين ابن رسول الله الحسن والحسين إن هذين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما الموازرة بمعنى المعاونة فاني قد ائتمنتهما على ما ائتمنني عليه رسول الله صلى الله عليه واله، مما ائتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه. يعني نفس الشيء اللي الله اعطاه للرسول، والرسول اعطاه لامير المؤمنين علي عليه السلام، امير المؤمنين اعطاه للحسنين عليهما الصلاه والسلام. فبقية الأولاد يجب عليهما أن يسمع لهما وأن يطيعه هذا ليس باختيار من أمير المؤمنين، لا بأمر من الله، أمير المؤمنين نفذ أمر الله. فأوجب الله لهما يعني للحسن والحسين من علي عليه السلام ما أوجب لعلي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين الحسن والحسين في الإمامة وفي الوصية متساويان، لكن لأن الحسن كان هو الأكبر لذلك صار هو الإمام، والحسين عليه الصلاة والسلام في زمانه كان صامتاً. ولما أُستُشهد الحسن بالسم في ذلك الوقت نطق الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني الحسن والحسين إمامان. الحسين عليه السلام في زمان الامام الحسن امام، وهما يعني الحسن والحسين في زمان امير المؤمنين علي امامان ايضا، لكن احدهم الامام الناطق والبقيه يطيعون له صامتون، المسائل التي ترتبط بالولايه وترتبط ب ما يرتبط ب تولي الامور الامام صامت ساكت يحول على الامام الناطق فلم يكن لاحد منهما فضل على صاحبه يعني لم يكن فضل في الامامه وفي الوصيه لكن من جهات اخرى دلت الادله ان الحسن عليه الصلاه والسلام افضل من الحسين ولذا في يوم عاشوراء الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يقول واخي خير مني لكن في مسألة الإمامة والوصية متساويان. زين متساويان، لماذا الحسن صار الإمام ثم الحسين؟ لأن الحسن هو الأكبر وكما ذكرنا أن الإمامة تكون في الأكبر من الولد فالحسن صار الإمام وبعد استشهاده الحسين صار الإمام. وإن الحسين كان إذا حضر الحسن لم ينطق في ذلك المجلس حتى يقوم. ثم إن الحسن عليه السلام حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين ثم إن حسينا عليه السلام حضره الذي حضره الإمام الحسين قبل أن يخرج من المدينة إلى مكة ومن ثم إلى كربلاء ودائع النبوة الجفر الأبيض الذي فيه كتب الأنبياء السابقين التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وما أنزله الله عز وجل من علم على أنبيائه هذه كانت عند رسول الله فسلمها لأمير المؤمنين عليا ومن بعده بيد الحسن ومن بعده بيد الحسين هذا الجفر أبيض والجافر الأحمر يعني صندوق جلدي هذا كان فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وودائع وأثار الأنبياء كعصا موسى مثلا وخاتم سليمان وطشت موسى وهكذا هذه أيضا من ودائع النبوة الإمام الحسين قبل أن يخرج من المدينة استودعها عند أم سلمة ولما رجع الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إلى المدينة استلمها من أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. هذه بالنسبة إلى الودائع. وأيضاً الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قبل استشهاده سلم كتاباً بيد ابنته فاطمة. لأن الإمام زين العابدين كان مريضاً. وهذه فاطمة هل هي التي كانت مع الإمام الحسين في كربلاء أو التي بقيت في المدينة لأن الحسين عليه السلام كان له بنات تسمى بفاطمة فواطم كنا فاطمة الكبرى والوسطى والصغرى على كل حال ثم إن حسينا حضره الذي حضره فدعا بنته الكبرى فاطمه بنت الحسين فدفع اليها كتابا ملفوفا ووصيه ظاهره زين هاي وصيه ظاهره عطف على الكتاب الملفوف يعني ورقه هكذا ملفوفه فيها وصيه شنو في هذه الوصيه في حديث اخر مذكور ما في هذه الوصيه حول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قلت ما في ذلك الكتاب جعلني الله في يسأل الإمام زين العابدين قال فيه والله, والله ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنيا والله إن فيه الحدود حتى أن فيه أرش الخدش وكان علي بن الحسين مبطونا يعني في بطنه داء وكان مريضا لذلك الإمام الحسين سلم هذه الوصية لفاطمة لا يرون إلا أنه لما به هذه عبارة كناية عن شدة المرض والإشراف على الموت فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا زين إذا هي فاطمة التي بقيت في المدينة فالأمر واضح لكن إذا هي فاطمة التي كانت في كربلاء فهذا الكتاب الله سبحانه وتعالى حفظه بطريقة إعجازية لكي لا يُنهب لأنه نُهب ما في فسطاط الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام جميع ما فيه والروايات التاريخية تبين الأشياء التي نهبت من الفسطاط ومن خيام الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فنهبوا كل شيء لكن هذا الكتاب اذا كان مع فاطمه التي هي كانت في كربلاء لم ينهب لعله بطريقه اعجازيه لان هذا الامر يرتبط بالامامه يعني اكو امور ترتبط بالشخص زين الناس قد يسلطون على ذلك الظالم يسجن الإمام، يجره كالجمل المخشوش مثلاً، يقتله، يسلب أمواله، ينهب ما في بيته، يحرق بيته أو يحرق خيمه، هذه أمور ترتبط بالشخص، لا ترتبط بمنصب الإمامة. أما الأمور التي ترتبط بمنصب الإمامة، الله عز وجل يحفظها. مثلا سيف ذي الفقار هذا محفوظ عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. سلاح رسول الله محفوظ عند الأئمة، المرات التي نهبت فيها دور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الله عز وجل حفظه بطريقة إعجازية. هذا الكتاب أيضا كان يرتبط بمسألة الإمامة، لذا إذا كان في يوم عاشوراء عند فاطمة التي كانت في كربلاء فالله سبحانه وتعالى حفظه بطريقة أعمى بصرهم عنه. لأن ما يرتبط بالإمامة هذه أمور غير قابلة لأن تسلب. أما ما يرتبط بشخص الإمام كشخص يمكن أن يسلب. فعلى كل حال لماذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في البداية سلم هذه الأمانات إلى أم سلمة ثم سلم هذا الكتاب إلى فاطمة بشكل ظاهر كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة زين كان يمكن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يخبي هذه الأشياء في مكان معين ويخبر بذلك الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أو بطريقة إعجازية كان يحفظ لماذا سلم إلى أم سلمة وإلى فاطمة بنت الحسين لعل ذلك لأنه أراد أن ينتشر بين أهل البيت أو بين الناس أن علي بن الحسين هو الوصي لأن يأتي أحد ويدعي هذه الوصاية لأن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان له أبناء محمد ابن الحنفية شقيق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ابن أمير المؤمنين ولعل بعض الناس كانوا يريدون أن يدعوا له الإمامة هو لم يدعها لكن بعض الناس ادعوها له الفرقة الكيسانية ادعت الإمامة بعد الحسين لمحمد بن الحنفية فبهذه الطريقة أم سلمة مرأة محترمة خير زوجات الرسول صلى الله عليه وآله بعد خديجة مقبولة لدى الجميع هذه تقول إن الوصايا الأمانات كانت عندي سلمتها لعلي بن الحسين فاطمة بنت الحسين أكبر بنات الإمام الحسين محترمة مقبولة وهي كانت زوجة الحسن المثنى أيضا مقبولة لدى الحسنيين لدى الحسينيين لا أحد يأتي ويدعي الإمامة ولذلك في زمان الإمام زين العابدين من بين الحسن لم يدعي أحد الإمامة وسائر أبناء أمير المؤمنين كمحمد بن الحنفية أيضا لم يدعوا الإمامة حس إذا بعض الناس ادعوها لهم ذاك الذنب أولئك الناس ولا يرتبط بمحمد بن الحنفية لعله كان السبب في ذلك هو هذا، فإذا هناك آيات وروايات عن الرسول صلى الله عليه واله وعن أمير المؤمنين تثبت الإمامة كما ذكرنا في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين Thank you.